بدايت حتى الكار نهار يجينا نهار ما يجيناش، ماما قعدت وحدها في الدار، قلنا ما كاش شكون يقعد معاها، بس حتى هي مريضه نهار ريقت نهار واقفه ما كاش شكون يعاونها، قلنا نقعد في الدار، وحتى الادوات ما عندش، ماما باش تشري لنا بكل غير باش تشري لخواتي الاخرين حبسنا. وكنتي تقريبا ليش كنتي دي بعد 12 11 13 كل مره كيفاه من حبستي من بغيتي تحبسي؟ ما فكرتيش قلتي تما حسيتي باللي يعني ما قصتي حياتك مستقبلك من اجل امك؟ كنت حتى متوقعه باللي يجي نهار ونحبس قرايتي، كنت عندي احلام كبيره حتى انا بين. واش كانت عندك احلام؟ نحب نجي استاذه حتى هي كل اللي هذه اللي تقرا عندها حاجه في راسها تقول بانك نكمل قرايتي نجي كما هكا. شحال راكي ملي توقفتي من الدراسه؟ شحال توقفتي على الدراسه؟ حبس العام هذا. ترجع ان شاء الله تعالى، ان شاء الله ترجع لك الاحلام بعون الله تعالى. تسمعي بنتي؟ ما عارفش شنو نقول لك. ترجع للدراسه ان شاء الله، ان شاء الله ترجع لك الاحلام وتكملوا حياتكم الجميله بعون الله تبارك وتعالى ان شاء الله.